تقريرنا الثاني جائزة مؤسسة أنا لاند الأورو متوسطية للحوار بين الثقافات، وهي منحت لمصورة لبنانية سجلت عبر عين المصورة مأساة عدوان إسرائيل عام 2006. قد تكون لغة الفن والصورة هي الأسهل للتواصل بين شعوب العالم، لذلك وضعت الفنانة اللبنانية ريما مارون الطفلة في إطار يعبر عن رفضه للحرب وللموت. قسمت صورها إلى أجزاء عدة، مضمونها واحد، ضمن مشروعي وشاشات وحقول الألغام. أطفال وجههم إلى حائط إطاره زمني، أي عمره من عمر عدوان تموز 2006. المشروع كله بيعني نفس الشيء، والكل كل صورة إلها علاقة بالثانية، وبنية مشان هيك هي مجموعة. يعني كل صورة ما في فسلك أنا شو هي، في فسلك عن صورة واحدة والمجموعة بتكمل بعضها. فأنا اشتغلت على فكرة ولد داير وجهه على حيط، بس كنت عم شوف أنا الولاد بالجنوب أو بكل المحلات، يعني كان النظرة تبعوني نظرة شخص كبر واعي على فكرة الموت، واعي على فكرة الحرب. ما كان بدي ألعب على مشاعر المشاهد مثل ما كل الصحفيين كانوا عم يفرجوا أن الولد مع الدمعة مع الهول، المشاعر تنأثر على المشاهد اللي عم يشوف. قررت دير وجهه على الحيط واشتغل على فكرة الجسم والحيط، كيف معقولة هول الاثنين يحكونا عن شيء ثاني، لأنه الولاد بالصور واقفين كأنه عم بيقولوا شيء للمشاهد، كأنه عم بيقولوا له لا نحن بنرفض هذا الموضوع، لا نحن بدنا الحياة. صور عبرت عن رفض التهديدات والتهويل الإعلامي والمناظر المؤذية للطفولة. هنا لاقت عادة الكاميرا المصورة ريما مارون هؤلاء الأطفال في جنوب لبنان لتسترعي بواقعية الصورة ومرارة المعاناة انتباه مؤسسة أنا لاند فونديشن التابعة للمفوضية الأوروبية، فحازت ثقتها ونالت جائزة أنا لاند الأورو متوسطية للحوار بين الثقافات للعام 2008. المشروع اللي هو وشوشات انعرض ببلدان مختلفة قبل ما ينعرض بلبنان، وكنا لهلا بعد مش عادينه بلبنان، يعني انعرض ببيدابست بهونغاريا، انعرض بإيطاليا وبفرنسا، واكيد انا كان كثير بهمني اعرضه بلبنان ككونة لبنانية وعملت هذا المشروع بلبنان. فالمفوضة الأوروبية هي اللي ساعدت بتنظيم المعرض. هلا اكيد تنظيم المعرض كان يتضمن اللوكيشن المطرح اللي كنا نعرض فيه الصور، اللي كان بفيلا عودي لان استقبلونا استقبال رائع فنقدر نعرض الصور. الانالين فونديشن جايزه ما كانت تضمن جايزه ماليه، بس كانت تضمن جايزه مساعده ماليه تقدر اعرض الصور. يعني بلبنان بجينا تنعمل معرض اكيد هن اللي مولين الصور، الطبع الصور اكيد. نحن عرضنا وشوشات وعمل جديد لإلي، دونك تكلفوا بالمشروعين. هي جائزة معنوية في إطارها العريض لتعين ريما مارون سفيرة للنوايا الحسنة. المسابقة كان قد شارك فيها 44 بلدا ضمن المتوسط عبر شبكة الانترنت، لتكون ريما مارون اللبنانية الوحيدة التي استطاعت العبور عبر ثقافات البلدان المشاركة في الجائزة، وتركت انطباعا ثقافيا انسانيا جعلها تنال حضانة المفوضية الأوروبية لعملها الانساني.